نقف مع قصة بقرة بني إسرائيل لأهمية هذه القصة. سميت أطول سورة في القرآن بسورة البقرة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة. وقال إن الشيطان يفرق يعني يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، فهي سورة عظيمة وسميت بقصة بقرة بني إسرائيل. فما قصة هذه البقرة؟ ولماذا أمروا بذبحها؟ لماذا لم يؤمروا بذبح بعير أو شاة؟ لماذا أمروا بذبح بقرة؟ وما معناه فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى؟ وما معنى لماذا قيل صفراء فاقع لونها مع أن الأصفر قليل؟ لماذا ما قيل مثلا سوداء أو بيضاء؟ لماذا اختير الأصفر؟ وهل الأصفر أصلا مميزات علمية حتى؟ وما هو كلام السلف عن الأصفر؟ وكيف ذبحوها؟ وما معنى قول الله تعالى مسلمة لا شية فيها؟ ما معنى لا شية فيها؟ لا فارض ولا بكر، ما معنى لا فارض ولا بكر؟ بداية القصة أيها الإخوة والأخوات ما ذكره الطبراني وغيره وأبو حاتم وغيرهما، أنه كان في بني إسرائيل في عهد موسى عليه السلام رجل غني تاجر، وهذا الرجل لم يكن له أولاد ولم يكن له وارث إلا ابن أخيه. فقال له ابن أخيه يوما امضي معي يا عم إلى مكان كذا وكذا. فخرج معه العم، والعم تاجر غني، وهذا الابن استبطأ موته فيعني يريد أن يموت حتى يرثه، لكن طال عمره والابن يريد أن يستفيد من المال ما دامه شابا. يعني ما الفائدة لما يموت عمي وعمره 100 وأنا عمري مثلا في 80 أو في 90 ما استفدت من الأموال؟ فهو يريد أن يموت العم عاجلا، كما وقع لحفصة رضي الله عنها لما دبرت جارية لها يعني أن يدبر السيد عبده هو أن يقول لأنت حر بعد موتي، إذا أدبرت أنا عن الدنيا فأنت حر. فمرت سنة وسنتان وثلاث وهذه الجارية تنتظر موت حفصة رضي الله عنها حتى تصبح حرة، فلم تمت حفصة عاجلا، فوضعت تلك الجارية لها سحرا لتقتلها. فلما قبض على الجارية واعترفت نادتها حفصة، قالت لماذا تريدين تقتليني؟ يعني أنا تعاملت معك التعامل الحسن وأيضا بعد موتي لن تورثي، لن تدخلي في الإرث ويرثك من يرثني، إنما أنت حرة. لماذا؟ فقالت تعجلت الحرية، أنت قلت لي إذا مت فأنت حرة، ومرت سنة وسنتان وما متي، فأنا أريدك أن تموتي. فأعتقتها حفصة، أحسنت إليها، قالت اذهبي فأنت حرة من الآن. فقد يتعجل الورثة أحيانا أو غيرهم يتعجلون موت الشخص. هذا الابن ابن الأخ تعجل موت العمة، فقال يا عمي امضي معي إلى مكان كذا وكذا. جاء عمه ومضى معه حتى إذا غاب بين قريتين عدا على عمه فقتله، ثم لما قتل العم حمل العم على دابة، ثم جاء بهذا العم ووضعه في حي من أحياء بني إسرائيل ومضى إلى بيته. فلما جاء من غد الصبح، والناس كما تعلمون في ذلك الزمان يعني ما كانوا يسهرون في الليل، وفي الغالب أن الليل أو أن اليوم ينتهي بأذان العشاء في الغالب، ولذلك حتى الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعني يغلبهم النوم لو تأخر عنهم في صلاة العشاء قليلا، وكان يقول عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر والعشاء أثقل صلاة على المنافقين، لأن العشاء يكون الواحد منهم من بعد الفجر وهو في عمله، فإذا غابت الشمس يعني تعب جسده واشتاق إلى النوم وغلبه النوم. فكان الناس في الليل ما تكاد تجد أحدا، فجاء في الليل وما أحد يراه وطرح عمه في هذا المكان. استيقظ الناس في الصباح وطلعت الشمس، ومن هذا المقتول؟ والله هذا التاجر فلان، من قتله؟ عجيب. وقام ابن أخيه اللي هو الولي الوحيد له وأخذ يصيح قتلتم عمي قتلتم عمي، فيريد أن يضعها في ظهر هؤلاء الذين قتل في حيهم.
يعني ما هم يستبعدون أن يقتل في حي آخر ويجاء به ولا أحد يراه محمولا ويرمى هنا، لكنه استطاع أن يختفي، فجعل يصيح قتلتم عمي قتلتم عمي، ونادى قومه، رجع إلى قومه إلى أبيه وإخوانه ومن كان عنده وجعل يصيح بهم تعالوا ننتقم للعم. فحمل هؤلاء سلاحهم وحمل أولئك سلاحهم حتى التقوا بالسلاح. أولئك يقولون ما قتلناه، وهؤلاء يقولون بل أنتم قتلتوه، طلعوا اللي قتله. وابن العم هذا، ابن الأخ هذا هو اللي قتله. فقال بعضهم لبعض كيف تختلفون وفيكم نبي الله، فيكم موسى عليه السلام وتختلفون؟ فجاءوا إلى موسى عليه السلام. وكانت بنو إسرائيل أصلا هم قوم غير مؤدبين مع موسى ولا مع غيره من الأنبياء. يكفيك أن الله تعالى قال وقتلهم الأنبياء بغير حق، اللي بيقتل نبي معقول سيحترمه في التعامل معه؟ إذا كان موسى عليه السلام يقول لهم ادخلوا إلى الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، فيقولون له في آخر الكلام اذهب أنت وأبوك فقاتل إنها هنا قاعدون، اذهب أنت وأخوك فقاتل إنها هنا قاعدون، هذا أدب في الكلام؟ يقول لهم قولوا حطة. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا، نبينا يعلمنا الاستغفار، نقول استغفر الله. هم كانت عبارة الاستغفار حطة، يعني يا ربي حطة عنا من ذنوبنا، فأجعلوا يتضاحكون ويقولون حنطة وشعيرة، حنطة وشعيرة، وهو يسمع. هذا أدب مع نبيكم؟ هؤلاء ما تأدبوا مع الله، يد الله مغلولة، إن الله فقير ونحن أغنياء ونحو ذلك من العبارات. موسى تعب معهم تعبا شديدا، لا في طريقة تعاملهم معه ولا في افترائهم عليه، حتى إن موسى عليه السلام لشدة حيائه كان إذا أراد أن يغتسل يمر بهم وهم يغتسلون عراه، يؤدبهم يا جماعة حرام، يا جماعة ما يجوز، استروا عوراتكم عن بعضكم البعض، فلا يلتفتون إليه. فذهب وصار يغتسل في مكان خاص به يستتر عنهم. فقالوا إذا موسى ما استتر عنا إلا أنه آدر. آدر قيل ليس له خصيتان وقيل صغيرهما، يعني تكلموا حتى على الأعضاء الداخلية لموسى وهو نبيهم. هل رأيت قبحا في الأخلاق أقبح من هذا؟ فجاءوا إلى موسى قالوا يا موسى وقع كذا وكذا، فيه رجل وجدناه مقتولا ومرميا في المكان الفلاني، ونحن تورطنا الآن ما ندري من قتله، وهؤلاء القبيلتان من بني إسرائيل سيقتتلون وقد تداعوا بالسلاح، وأنت نبينا دبرنا يا موسى، يا موسى حل لنا المشكلة. فنظر موسى إليهم وجاءوا بالمقتول معهم يحملونه. فكان المنتظر من موسى عليه السلام أن مثلا يدعو الله تعالى ليدله على الرجل، أو يعني يقوم إلى الرجل مثلا ويحركه وينظر في شأنه، أو يقول انتظروا حتى يوحى إلي. وإذا بموسى عليه السلام يلتفت إليهم ويقول، يعني هم ينتظرون الحل، قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. بقرة؟ حال نقول لك الرجل مقتول وانت تقول اذبحوا بقرة؟ مهما هو مذبوح الرجال الآن تقول اذبحوا بقرة؟ ايش علاقة البقرة بذبح الرجل؟ ايش العلاقة بينهما؟ لو قلت ان الله يأمركم ان تصلوا وتدعوا، الله يأمركم ان تقسموا وتحلفوا، نذبح بقرة. انظر كيف تعاملوا مع موسى لما امرهم بهذا. يقول الله جل وعلا واذ قال موسى لقومه لبني اسرائيل ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة. ان الله يعني ليس انا، ترى يا جماعة انا لما اعطيكم الحل الان هذا الحل ليس رأيي الشخصي، مثل ما قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، وقال ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين. فموسى يقول يا جماعة ان الله ما ليس انا، معقول سأفتري على الله؟ معقول سأقول إن الله يأمركم بكذا وأنا أمزح؟ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ليس أنا، لأنه تعب منهم. ولم يحدد عليه السلام نوعية البقرة، أي بقرة، أي بقرة تجدونها في الطريق يعطيكم إياها أحدكم مباشرة اذبحوا هالبقرة. لكنهم كانوا متنطعين وكثيرين في النقاش، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام
كان ينهى أمته أن تكون كبني إسرائيل. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث قال لا تستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، يعني لا تبدأوا تحتالون كما كانت بنو إسرائيل يحتالون. وكذلك لما قال عليه الصلاة والسلام إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، انتهى الموضوع. لو كان الحج كل سنة لقال فرضه عليكم كل سنة، أو لو كان كل شهر لقال فرضه عليكم كل شهر، لكن لأنه لم يأتي تحديد للحج تسهيلا على الأمة ورفقا بها جعله هكذا حج أي سنة، والسنة هذه اللي بعدها تحج أو كذا بقدر استطاعتك. فقال رجل يا رسول الله في كل سنة، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ما يريد يجيب، خلاص سمعتك لكن ما في إجابة. فأعادها يا رسول الله في كل سنة، فتركه. قال يا رسول الله في كل سنة، فالتفت عليه الصلاة والسلام قال لو قلت نعم لوجبت، لو قلت نعم كل سنة كان يجب عليكم أن تحجوا كل سنة، ولو وجبت لما استطعتم. معقول الناس الآن 1.5 مليار مسلم أو أكثر، لو كل سنة سيحج هؤلاء، ما المال الذي يكفيهم، وما الطائرات التي تنقلهم، وما المكان الذي يكفيهم؟ 1.5 مليار يعني بيأتي ربع العالم حتى يحج. هذا بلا شك أنه مشقة على الناس. فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر قال ذروني ما تركتكم، ما دام أنا ما قلت الشيء لا تنبشوا وتدققوا عنه، ذروني ما تركتكم. بنو إسرائيل شددوا على أنفسهم هنا، يقول لهم اذبحوا بقرة، الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أي بقرة اذبحوها ونحل ويأتيكم الحل في هذا القتيل. فقالوا أتتخذنا هزوا، أنت تمزح معنا؟ كيف تمزح معنا؟ تتكلم نبي ويقول الله يأمركم تقولون تمزح معنا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ولك أن تتخيل موسى عليه السلام وهو يسمع عبارة أتتخذنا هزوا، وكأنه يقول أنتم تتكلمون مع من؟ ما هذا الأسلوب اللي تستعملونه؟ أنتم لو تكلمتوا بهذا الكلام مع علمائكم العاديين لكان قلة أدب، تتكلمون مع نبيكم بهالأسلوب؟ يقول لكم الأمر من الله وتقولون أنت تمزح؟ أتتخذنا هزوا؟ أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يعني كأنهم يقولون ما الصلة ما بين البقرة ما بين هذا الرجل المذبوح؟ أعوذ بالله يعني أعتصم إلى الله. ولذلك دفاع النبي عن نفسه إذا افتري عليه، دفاع الداعية، دفاع العالم عن نفسه، هذا أمر حسن حتى يكشف عن حتى يرد عن نفسه الافتراء. أنتم تقولون إني أمزح، أنا ما أمزح فيما فرضه الله. ولذلك يا جماعة ترى من البطولة أنه إذا افتري عليك فرية أنك توضح وتبين. بعض الناس أحيانا يقول والله يا أخي إذا طلع عليك فرية معينة لا ترد فاحتسب الأجر، لا احتسب الأجر لكن رد عن نفسك. يوسف عليه السلام لما راودته امرأة العزيز عن نفسه واستبق الباب وجاء وفتح الباب بيطلع من البيت وهي تتعلق في قميصة من الخلف حتى مزقت القميص من دبر، لما فتح الباب ورأى زوجها مباشرة هي قالت وهي تحدث زوجها في الآية لما قال جل وعلا فاستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها إلى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. في هذا حاول أن يتعرض لي أن يفعل كذا وكذا، إيش جزاه إلا أن يسجن أو عذاب أليم؟ لم يقل يوسف في نفسه والله هذا ابتلاء خلاص أنا بحتسب الأجر، يا سجن يا قتل أنا بحتسب إن شاء الله، الله ما يضيع ثوابي. لا، رجل يدافع عن نفسه، ما هو برجل ضعيف ومسكين لا يعرف ينطق ولا يعرف يدافع ولا يعرف أن, 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 أن يدفع عن نفسه ويتكلم، رجل بطل. قال هي راودتني عن نفسي، كان يقول هذه تراها تكذب وتفتري، هل هي اللي منها المشكلة وليست منه، هي راودتني عن نفسي. حتى كشف الله تعالى يعني أمرها وشاهد شاهد من أهلها إلى آخره. فأنت لا تسكت إذا قيل أنت فعلت كذا وكذا، دافع عن نفسك. هنا موسى عليه السلام لما قال وتتخذنا هزوا ما قال لا حول ولا قوة إلا بالله، هؤلاء متى يتأدبون، هؤلاء
قال أعوذ بالله أن كيف أتخذكم هزوا، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أن أكون جاهلا أتقول على الله ما لم يأمرني به، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا أشد الناس أدبا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما اليهود فاتخذوا أنبياءهم هزوا. ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أمرا إلا قالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ولذلك الأنبياء لهم حق الاحترام، الاستهزاء بالأنبياء، إثارة النكت عليهم، رسمهم برسوم سواء كاريكاتيرية أو غيره. الأنبياء لهم مقام. الله تعالى يقول الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يعني يختار من الملائكة رسلا ومن ما يجوز العبث بالأنبياء. أنت إذا أسقطت النبي وأسقطت هيبته بكثرة التنكيت عليه والاستهزاء به أصبحت أحاديثه ليس لها قوة على الناس. لما تستهزئ بالنبي ثم تقول مثلا إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا إنما الأعمال بالنيات، وإن الناس سيأخذون هذا الحديث على سبيل الهزو، لكن اجعل للنبي مقامه وتقديره ومكانته. الإمام مالك كان إذا أراد أن يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن حديث وهو في مرض الموت، في مرض الموت ومضطجع وسئل عن حديث، فالتفت إلى السائل قال يعني ما تقدر تسأل غيري، يسأل ممكن تسأل غيري؟ قال ما أعرف غيرك. قال أقعدوني. قالوا نقعدك وأنت تحتضر، يعني الأسهل لك أن تكون مضطجع. قال والله لا أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع. في التعظيم أقعدوني، فأقعدوه وهو بيموت وحدث الحديث ثم أضجعوه مرة أخرى. قال وكان الإمام مالك يعني في تعظيمه لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا انتهى من الحديث يقول أو نحو مما قال أو قريبا، خوفا من أن يقول كلاما فيه زيادة ونقصان على الحديث. شوف التعظيم لرسول الله عليه الصلاة والسلام ولسنته. نحن نعظمه لأنه نبي اختاره الله تعالى وشرفه. بنو إسرائيل ما كان عندهم هذا الاحترام للأنبياء، ولذلك إلى اليوم. أنا أذكر قبل يمكن أكثر من 15 عاما سافرت إلى فنلندا، وكان عندنا دورة علمية لعدد من الإخوة هناك في مركز إسلامي. فلما وصلنا، وإذا الإخوة وصلنا يوم الجمعة والدورة تبدأ يوم السبت، وإذا هم يعدون العدة لمكاتبات ومظاهرة، وقلت لماذا؟ قالوا إنهم في يوم الأحد نشرت الجرائد بأنه ستقام مسرحية، ليس فيلما سينمائيا بل مسرحية، ناس يمثلون أمامهم مسرحية عن عيسى عليه السلام، يمثلون فيها عيسى أنه رجل، يعني حاشاه عن ذلك، أنه عافانا الله وإياكم شاذ جنسيا يعني. قلت عجيب، في الجرائد؟ قالوا نعم، انظر، ورأيت الصور بعيني والله. وإذا هم قد ألبسوه باروكة شعر مستعار، وألبسوه لباسا قصيرا، وله يعني مظهر كصورة عيسى المنتشرة، ويقولون هذا هو ويمثل أمامهم. قلت عجيب، طيب ما هو البلد نصراني وعلمه عليه الصليب، والمفترض أنهم هم يمنعون ذلك. قالوا لم يمنعوا، فلم يثر لعيسى إلا نحن المسلمين. فالأنبياء لهم مقامهم، لا ينبغي أن يستهزأ بهم أو أن يحط من قدرهم بصورة أو باستهزاء أو بتمثيل. حتى اليوم مع الأسف ما يقع من تمثيل مثلا فيلم عن يوسف عليه السلام أو مسلسل عن يوسف، مسلسل عن يظهر فيه يعقوب ونحو ذلك. أعوذ بالله، هذا لا يجوز أبدا، وهو من أعظم المحرمات. وأي رجل سيرضى أن يمثل دور يوسف أو دور يعقوب أو دور خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام؟ الأنبياء لهم مقام. وهم يقولون لموسى عليه السلام أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. المفروض الآن خلاص ينفذون، وإذا بهم يتنطعون. قالوا ادعوا لنا ربك. ادعوا لنا ربك بإيش؟ أن يتقبل منا، أن يغفر لنا خطأنا، أن يغفر لنا قولنا لك أتتخذنا هزوا؟ لا. وإذا بهم يزدادون تنطعا. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي.
قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. لاحظ، يسألون الآن عن عمرها، يسألون عن عمرها، فافعلوا ما تؤمرون. يقول لهم يا جماعة لو أنكم ذبحتم أي بقرة لسهل الأمر ولا انطلق الأمر معكم، يعني التشديد في مثل ذلك هذا لا يجوز، لكنهم مع ذلك قد تشددوا. معنى قوله لا فارض، الفارض في الأصل هي البقرة، هو الشيء الواسع. تقول مثلا في كلامك، تقول هذه أرض فارض، إذا كانت أرضا واسعة هذه أرض فارض. وقولهم هنا عندما قال لهم لا فارض ولا بكر، يعني أنها ليست بقرة قد ولدت كثيرا من الولادات، وبالتالي قد اتسع بطنها حتى صارت هذه البقرة يعني لها بطن واسع، بحيث أنها ولدت مرارا، وليست بكرا لم ينزع عليها الفحل، وبالتالي هي يعني تكون لم تحمل أبدا، إنما هي ما بين هذا وما هذا. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، ليست لها بطن واسع بكثرة الولادات، ولا بكر يعني أنها لم ينزع عليها الفحل. والوسط من الحيوان عادة يقولون هو أطيب اللحم، إذا كان ليس الصغير الذي لم ينبت اللحم، وليس الكبير الذي قد تغير لحمه، إنما يكون بين هذا وهذا. طيب هل نفذوا؟ لا. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. الآن عرفتم عمرها، طيب خلاص اذبحوا، هذه بقرة عمرها 4 سنوات 5 سنوات، اذبحوا. لا، إلا تخبرنا ما هو اللون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. يقولون إن اللون الأصفر محبب إلى النفوس، وحب الإنسان للألوان أمر ليس فيه بأس. لو قال إنسان مثلا أنا أحب اللون الأصفر أو الأبيض أو الأزرق أو الأخضر، لا بأس. ولذلك ربنا جل وعلا لما ذكر ثياب أهل الجنة ذكر الله تعالى لونها، فقال الله جل وعلا يلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أوصى بلبس الثياب البيض، البسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم. فحب الإنسان لألوان معينة لا بأس فيه. قالوا وكان علي رضي الله تعالى عنه يستدل بهذه الآية على حسن اللون الأصفر، قالوا فكان يلبس البياض من الثياب، لقول عليه الصلاة والسلام البسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم، وكان يلبس النعل الأصفر استدلالا بهذا. قولهم قول الله جل وعلا صفراء فاقع لونها، يعني صاف لونها، ليس فيها لون آخر. لون الجلد أصفر فليس فيه مثلا أسود وليس فيه بياض، إنما هو كل اللون يكون لونا واحدا. استدل العلماء هنا بمسألة فقهية، وهي يذكرونها عادة إذا تكلموا عن بيع السلم. بيع السلم كما تعلمون إذا أراد أن يبيع أن يقدم الثمن ويؤخر المثمن. يعني أن تأتي إلى شخص الآن ممكن تقول له مثلا أنا أريد أني أشتري منك مثلا هذا الجوال مثلا، فيبيعك الجوال وترى صفته أمامك، ترى حجمه وترى لونه وترى جميع مميزاته، هذا بيع تام. وهناك بيع موصوف في الذمة، أنك تأتي إليه وتقول له مثلا أنا أريد أن أشتري منك 100 جوال، يقول لك أنا ما عندي لكن أنا عندي مصنع أستطيع أن أصنع لك. فتقول طيب بكم تحسب لي الجوال؟ قال أحسبه مثلا ب1000 ريال. تقول طيب ما هي صفاته؟ فيتفق معك، لونه كذا وحجمه كذا وسعته كذا وفيه المميزات الفلانية وإلى آخره، فهو يتفق معك على الصفة. كذلك الحيوان إذا ضبطت صفته جاز أن يبيعه لك حتى لو لم تره الآن. هنا ذكر لهم موسى عليه السلام عمرها وذكر لهم لونها، قالوا وهذا يكفي أيضا في هذا البيع. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. ولا شك أن سرور الإنسان بما ينظر إليه أنه أمر حسن، خاصة إذا كان شيئا من طعام أو لباس أو نحوه.
قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. بعد سؤالهم عن العمر وسؤالهم عن اللون جاءوا يسألون تفصيلات أكثر عن البقرة. طيب خلاص أنتم ما دامه ما شدد عليكم خذوا أي بقرة، لا إلا تبين لنا ما هذه البقرة. ترى يا جماعة أحيانا نحن نشدد على أنفسنا، يعني مثلا لو إنسان قال لزوجته مثلا اصنع لي عشاء، خلاص هي تختار العشاء، مدام ما حدد تختار العشاء المتيسر إلا السهل عليها وتصنعه. لكنها قالت طيب ما هو نوع العشاء اللي تريد؟ قال اطبخي رز. قال طيب وش نوع الرز اللي تبغى؟ قال أبغى رز مثلا صيادية، صيادية هذا اللي مع السمك وهذه صعب صنعها دائما. قال طيب الصيادية هذه فيه، شوف فيه لون بني وفيه لون بني مع شوية أصفر. قال أيوة أبغى اللي شوية مع شوية أصفر. قال طيب الصفار هذا تبغاه نحطها من الكركم ولا من الزعفران؟ قال لا حطيه من الزعفران. قال طيب، ثم جلست 4 ساعات عشان تصنع هالعشاء. فجاء الرجل الساعة 9 ولا 10، وين العشاء فلانة؟ قالت والله أنا صار لي 4 ساعات أشتغل ما بعد خلصت. قال طيب ليش تشددين على نفسك؟ كان طبختي لي أي شيء، أنا أريد أن أتعشى وأنام، أنا تعبان بدون عشاء، خلي العشاء كله أنت وراح ينام. أنت ليش تشددين على نفسك أصلا؟ لو أنها صنعت ما تيسر ما دام أنه لم يشترط لما تعبت. هنا بنو إسرائيل هذا اللي وقع لهم، لما طلب منهم أن يذبحوا بقرة أخذوا يسألون السؤال تلو السؤال، فبدل ما كان الاختيار من 1000 بقرة ما هي؟ قال لا فارض ولا بكر. إذا معناه نزل الاختيار إلى 700 بقرة. طيب ما لونها؟ قال صفراء فاقع لونها. نزل الاختيار إلى 200 بقرة، وهذا يشق عليهم. طيب بين لنا ما هي؟ قال مسلمة لا شية فيها. فنزل الاختيار حتى صار على بقرة واحدة فقط، سيأتي معنا كيف استطاعوا أن يشتروها. جعلوا يسألونه، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. التدقيق في السؤال لا يستحب إلا إذا كان في أمر فقهي تريد أن تفهمه. يقال إنه كتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله في بلده، قال اذهب إلى قرية كذا وكذا فاشتري منها شاة ادفعها إلى الفقير الفلاني في البلد، في ذلك البلد يعني. خلاص اذهب واشتري شاة وانتهينا. فكتب إليه قال هل أشتريها ذكرا أم أنثى؟ قال اشتري له أنثى. فكتب إليه هل أشتريها جذعة أم ثنية، يعني صغيرة ولا كبيرة؟ قال فكتب إليه عمر إن قلت لك جذعة أرسلت إلي ما لونها، فإن أخبرتك بلونها أرسلت إلي كذا، وإن أرسلت إليك لا تعمل لي بعد اليوم عملا. وفصله. قالت ما تصلح أرسلك بشيء على هذا، يعني ما عندك قدرة تتخذ قرار. وقيل إن خليفة كتب إلى عامله في بلدة قال اذهب إلى قرية كذا فاهدم بيوتهم واقطع أشجارهم، بينه وبينهم حرب. فرد إليه هل أبدأ الحين القائد، أنا جعلتك قائدا للجيش، اذهب لقرية كذا اهدم بيوتهم واقطع أشجارهم. قال فأرسل إليه قال هل أبدأ بالبيوت أم بالأشجار؟ قال بالأشجار. فكتب العامل إليه بأي الأشجار أبدأ؟ أبدأ بالتين ولا بالزيتون ولا؟ فقال إذا كنت لا تستطيع أن تقرر ذلك كيف تقود جيشا؟ والله لا تلي لي عملا. وفصله من مكانه. أنت إذا ما تقدر تتخذ قرارا، كما قال إذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل إيش؟ حكيما ولا توصه، ما يحتاج تعطيه التفصيلات، أرسل واحدا حكيما. موسى عليه السلام حكيم ويعطيهم الأمر ومع ذلك يدققون عليه. ولذلك يا جماعة ترى ديننا من فضل الله دين يسر وليس فيه تشديد. ليش تشدد عن نفسك؟ يعني لو إنسان فرضا، نحن أحيانا نشدد على أنفسنا ونورط نفسنا. مرة واحد يسأل الشيخ بن عثيمين الله يرحمه، يقول لي يا شيخ أنا معي شنطة فيها أوراقي وجوازي وفلوسي، وجيت أبصلي في المطار وضعتها أمامي وكبرت أصلي، فجاء شخص وأخذ شنطتي وأنا أصلي وذهب
وراح وبحثت عنه واتصلت على من أعرف من الناس اللي ممكن يعني في الشرط وغيره، ما وجدت الآن لا عندي جوازي ولا فلوسي، فماذا أفعل؟ فقال الشيخ أنت جاهل. قال ليش جاهل؟ قال ليش ما قطعت صلاتك؟ قال اقطع صلاتي عشان شنطة، أيهما أعظم الصلاة أم الشنطة؟ قال الصلاة أعظم، لكن في مثل هذا الحال اقطع صلاتك. إذا كان الرجل بيأخذ جوازك اقطع صلاتك وخذها، يعني لماذا تشدد على نفسك؟ اقطع صلاتك للعذر وخذها. لو كان عندك ولد وأنت تصلي ولدك مثلا معه قلم أو سكين أو ملعقة وسيدخلها مثلا في الكهرباء، هل تقول دعه يموت أهم شيء صلاتي؟ أو هذا جهل، ولو فعلت ذلك لأثمت. إلا اقطع صلاتك وأنقذ ولدك. شخص مثلا يمشي في طريق ومعه أخته، ثم أذن للصلاة وبعدين بحث عن مسجد ولم يجد إلا مسجدا في حارة مخيفة، وكل اللي حولها مثلا شباب أو عماله مثلا، يعني ربما يتعرضون لأخته، هل يقول لازم أصلي الجماعة؟ اجلسي يا أختي في السيارة وأنا بدخل أصلي، ويدخل مع الأذان ويقعد يتسنن بعد الصلاة ولا يطلع له إلا بعد نصف ساعة. وإذا أخته ربما تعرض لها ولا يعني خافت خوفا شديدا، لا تشدد على نفسك. الإسلام راعى الظروف، إذا لم يستطع أن يصلي قائما صلى قاعدا، ما استطاع يصلي قاعدا صلى على جنب، ما استطعت أنك تتوضأ تيمم، ما أقدر أتيمم صلي على حالك. إنسان مثلا في البر وعنده مثلا أغراض في الخيمة وحضرت صلاة الجمعة والجامع ليس بعيدا، لكنه يخشى إن خرج أن تسرق أغراضه، ستسقط عنك صلاة الجمعة، صلي مكانك. طيب ما عندي ماء أتوضأ، تيمم. طيب الماء قريب، نعم، لكنك تخشى أن تسرق أغراضك، وفي ناس يتربصون ينتظرون أن تخرج ليسرقوا، تيمم وصلي مكانك، الدين يسر. الناس يا جماعة اللي ابتلوا بالوسوسة في طهارتهم وفي صلاتهم، هؤلاء شددوا على أنفسهم. ونيسرك لليسرى، نبينا صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ من إناء، فأقبلت هرة عطشة فأمال لها الإناء، إناء الماء داخل إلى النصف فهو أماله، فشربت الهرة حتى رويت ثم ذهبت، ثم أعاد الإناء وكمل وضوءه. لم يقل عليه الصلاة والسلام ربما أن هذه الهرة أكلت فأرا، والفأر نجس، وفي باقي في فمها بقايا من دم الفأر فيمكن تنجس الماء. ما شدد على نفسه، ما دام ليس في فمها حمرة أراها بعيني ليش أشدد على نفسي؟ لا تشدد على نفسك فتكون كبني إسرائيل. الدين يسر وسهل، لست أدعو أن يتساهل الإنسان بدينه، لا معاذ الله، لكني أخاطب الناس الذين يشددون على أنفسهم في أشياء الدين جاء فيها بالتوسعة. بنو إسرائيل هنا قالوا كلمة خففت عليهم، الحمد لله أن الله وفقهم إليها، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. لو لم يقولوا إن شاء الله لما وفقوا إليها. دائما احرص أنك تقول إن شاء الله. لذلك موسى عليه السلام يقول للخضر ستجدني إيش إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. الله يقول لنا ولنبينا عليه الصلاة والسلام ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. دائما عود نفسك أنك تقول إن شاء الله. هذا مثل رجل قالوا أخذ معه دراهم وخرج إلى السوق، فقال له واحد وين بتروح؟ قال سأذهب أشتري حمارا. فقال له طيب قل إن شاء الله. قال ليش أقول إن شاء الله؟ الفلوس معي في يدي والحمار في السوق، ليش إن شاء الله؟ ما يعني معروف بروح بوصل السوق واشتري حمار وأرجع. فذهب، في أثناء الطريق انشغل بالسؤال عن حمار بيشتريه، وجاء واحد واختطف المال، كيس اختطفه وذهب به، فرجع فقال له صاحبه ما اشتريت الحمار؟ قال لا. قال لماذا؟ قال سرقت الفلوس إن شاء الله، سرقت الدراهم إن شاء الله. قال الحين ذكرت يوم عرفت أن الله حق سرقت الدراهم إن شاء الله. فالواحد يعود نفسه دائما يقول إن شاء الله. سألوا موسى عليه السلام أعطنا إيضاحات أكثر عن هذه البقرة،
مع أن الأمر سهل، هي كلها بقرة، ومع ذلك أعطنا، وضح لنا أكثر يا موسى. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. الذلول هي البقرة المروضة الممرنة، اللي مثلا من منذ أن يدخلها مثلا صاحبها إلى الحرث إلى مزرعته ويضع الحديد عليها، خلاص هي تمشي تعرف وتلف من نفسها، تعودت، صار لها سنة سنتين على هذا الشغل، تعودت خلاص أنها تشتغل بهذه الطريقة. هو يقول البقرة اللي ذبحوها ترى ما غير ممرنة على حرث. عجيب. طيب إذا ممرنة على، مثل لما تقول هذه خيل مروضة، هذه خيل ذلول، هذا بعير ذلول، يعني ممرن لا ينفر عن صاحبه. طيب ما دام أنها لم تدرب على الحرث، لا تثير الأرض، يعني لم تستعمل في 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 الأرض، إذن تستعمل في إيش؟ هم البقر عندهم نوعان، إما أن يستعمل في الحرث أو يستعمل في استخراج الماء من البئر. يربطون الدلو اللي عند البئر، هم يضعونه فوق البئر ألواحا وبكرة والدلو بالرشاء بالحبل متدلي في داخل البئر، فبدل ما يأتي صاحب اللي بيطلع الماء، بدل ما يبدأ يمسك الحبل ويطلع الدلو بعدين ينثر الماء يسكب الماء في الحوض وبعدين يرجع الدلو وبعدين يمسك، يتعب من 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 شد الرشاء، فكانوا يربطون الرشاء في بقرة، فهذا بدل ما يبدأ يأخذ بيده وتتقطع يده، تقطع جلده من كثر ما يمسك الحبل، يبدأ البقرة هذه ممرنة، منذ أن يطرح الدلو البقرة تذهب مثلا 4-5 أمتار فيطلع الدلو، يأخذ الدلو ويسكبه ثم يرمي الدلو، البقرة تحس أنه رمي ترجع مرة ثانية. فالبقرة أو البعير أيضا إما أن تكون مدربة على الحرث على الأرض، وإما أنها تسقي الحرث، يعني تشتغل عند البئر لسقي الزرع. فهو يقول لهم البقرة المقصودة ترى لا استعملت في الحرث ولا استعملت في سقي الزرع. أوه إذن هذه بقرة يعني مريحة، هذه بقرة لا تعمل أصلا، ولذلك قال مسلمة لا شية فيها، يعني خالية من العيوب، سليمة من العمل. البقرة اللي تشتغل كثير تجد فيها جروح، فيها مثلا يعني هزال واضح، هذه بقرة واضح أنها بقرة لم تعمل ولم تسقي حرثا ولم تحرث أرضا، فهي ليست أيضا خرقاء الأذن ولا عرجاء ولا عوراء، ممكن تصير عوراء يضربها شيء عند البئر، هذه بقرة سليمة تماما مسلمة لا شية فيها. فجعلوا يبحثون عن هذه البقرة ويطوفون في الأسواق فلم يجدوها، فقيل وجدوها بعد ذلك عند رجل. هذا الرجل هناك روايات في قصته، قيل إنه قد مات أبوه وهو غلام صغير، وكان عنده عجلة أنثى البقر الصغيرة، فجاء الأب وخشي يتركها عند الولد ويهملها، فأخذ هذه العجلة ووضعها في واد كثير الزرع، وقال اللهم إني أستودعك إياها حتى يكبر ولدي. فصارت هذه البقرة يعني هذه العجلة تكبر، والله تعالى يحميها من السباع، وهي تريد الماء وتأكل من الشجر حتى كبرت، فصارت سليمة ولونها حسن. فلما جاءوا يبحثون لم يجدوا إلا هذه العجلة عند هذا اليتيم، فاشتروها قيل بوزنها ذهبا، وقيل إنهم اشتروها من رجل كان له أب هو به بار، وكان هذا الولد يعني يتكسب بالبيع والشراء. قالوا فأقبل إليه أبوه يوما ونام عنده، فجاء إليه رجل معه بضاعة وقال بكم تشتري مني هذه البضاعة؟ فقال هذا الشاب أشتريها منك ب70,000. قال طيب أعطني إياها. قال لا أستطيع الآن حتى يستيقظ أبي، فإني لو حركت شيئا استيقظ،
فأنا ما أريد أني أقطع نوم أبي، الفلوس موجودة في الصندوق، لو أفتح الصندوق وأغلقه يستيقظ أبي، أنا ما أريد أني أقطع نومه، انتظر يستيقظ أبي وأشتريها. قال انقدني الآن. قال ما أستطيع. قال لك فيها ربح. قال أعلم لكن ما أستطيع. قال خذها 60,000 لكن طلع لي الفلوس الآن. قال والله لا أفعل. قال فخذها 50. قال حتى أوصله 20، بس في سبيل تعطيني تحاسبني وأمشي. قال والله لو أعطيتني إياها بدرهم ما أيقظت أبي. قالوا من شدة بره به. قالوا فانصرف ذلك الرجل، فبقي في قلب الشاب حسرة، يعني هل بضاعة اللي سعرها 70 أشتريها ب20؟ كان كله ممكن أقول يا أبي استيقظوا. فبقي عند حسرة لكن سكت، هو فعلها لله. قالوا فجعلوا يبحثون حتى وجدوا البقرة عنده، فقالوا نشتريها منك ببقرتين. قال لا، نشتريها منك ب3 حتى أوصلوه 10، نعطيك 10 بقر وتعطيني. قال لا. قال فدعوه إلى موسى، قالوا يا موسى ما وجدنا البقرة إلا عندها الشاب، وأبى أن يبيعنا إياها 10 من البقر. فقال موسى عليه السلام تبيعها؟ قال يا نبي الله هو مالي أبيعه بما شئت، أنا السعر ما عجبني، 10 ما أنا تاجر ما عجبني السعر، هو يعلم أنهم مضطرون إليها. قالوا فلا زالوا به حتى باعها بثمن عظيم لا تشترى به قطيع من البقر. ولو أنهم ما شددوا على أنفسهم من البداية ورضوا بأن يذبحوا أي بقرة لخرجوا من هذا. يقول الله تعالى هنا قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. لم يفصل الله تعالى لنا كيف وجدوها، لم يقل مثلا قالوا الآن جئت بالحق فبحثوا عنها فوجدوها فذبحوها، لا، قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها. إذن في اختصار هنا، نعم هنا فيه لف ونشر، في اختصار، مثل ما قال الله تعالى عن يوسف عليه السلام لما قال الله جل وعلا فأرسلوا واردهم وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه في البئر، ويوسف في البئر فأدلى دلوه، قال يا بشرى هذا غلام. طيب هنا في اختصار أيضا، لأنه لما أدلى دلوه يوسف رأى هذا الدلو الكبير وهو غلام صغير، فقام وجلس في هذا الدلو وتعلق بالرشاء بالحبل، ثم أخرج فرأى هذا الساقي رأى غلاما فقال يا بشرى هذا غلام. هالتفصيلات كلها ما ذكرها القرآن، خلاص يتركها لفهمك أنت. أدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام، أن تفهم مباشرة أن يوسف رقى في الدلو بعدين خرج. هنا كذلك لما قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها، تعرف بأنهم تعبوا وهم يبحثون إلى غير ذلك، لكنهم تباطؤوا في الاستجابة لهذا الأمر. والتباطؤ في الاستجابة للأوامر صفة المنافقين، يقول الله جل وعلا عن المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا إيش؟ كسالى. عائشة رضي الله عنها لما ذكرت حال النبي عليه الصلاة والسلام مع الصلاة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون معنا في حاجة البيت، قالت فإذا سمع المؤذن، ما قالت قام أو ذهب، عبرت بعبارة تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم يترك كل شيء ويقفز، قالت فإذا سمع، يعني يشتغل معهم في حاجة البيت فيتحدث ويأكل، فإذا سمع المؤذن وثب كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. هذا إذا سمع المؤذن، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل قلبه إيش؟ معلق بالمساجد، منذ أن يسمع الأذان يقفز على طول، ما يقول والله بخلص الشغلة في الكمبيوتر، والله بس بقرأ بقية الواتس أب، والله خلني بس أخلص المكالمة، طيب خلني بس أنا أرى كذا أفعل كذا، لا، إذا سمع المؤذن وثب، خلاص منذ أن تسمع الأذان هذا الوقت ليس لنفسك ولا لمتعتك ولا لشغلك ولا لعملك، هذا الوقت لله، منذ أن تسمع الأذان هذا الوقت ليس تبعك، هذا
هذا لله، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. الصحابة كان عندهم إسراع في تنفيذ الأوامر. أنت إذا تريد أن تفلح لا يكون عندك تباطؤ. حتى يا جماعة ترى في كل شيء، الإنسان الكسول النايم هذا لا يوفق، لا يوفق. بورك لأمتي في بكورها، خلك إنسان حي نشيط حار، لا تكن إنسانا باردا كسولا خنوعا. كل ما صار الإنسان يا جماعة حي، مثل ما يقولون الشيبان، الحي يحييك. إذا صار الواحد حي ونشيط أحسن من الشخص الكسول النائم، حتى في تعامله مع الناس، في إكرامه لهم. إبراهيم عليه السلام لما أقبل إليه الضيوف يقول الله تعالى: فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. ما جعل يقول لهم: أنتم معزومين على الغداء ولا بتتغدون عندي؟ أنتم جائعين تبون الغداء الآن ولا نأخره إلى الليل؟ أنتم لا، رجل حي وكريم منذ أن رأى الضيوف جاءوا إليه أدخلهم إلى مكان جلوس الضيوف ومباشرة راح وذبح له العجل وشواه وصلحه وتفضل الله يحييكم. حي أنت، كن سريعا حيا. ولذلك يقولون، يقول الناس اليوم، يقولون درة، يقولون ذرة منقودة ولا درة موعودة. أنا لما ابني مثلا أو عندي مثلا شخص، يعني افرض أنك دخلت عند واحد من زملائك وبعدين عنده ولده مثلا، قل تعال يا شاطر، وجاء الولد ها تحفظ القرآن، وإذا عمره مثلا 4 سنوات وسمع لك مثلا سورة من السور اللي تعتبر طويلة على مثله، هسمع لك مثلا عما يتساءلون. قلت ما شاء الله يا بطل، والله أنك شاطر وجيد، خلاص إن شاء الله أنا بعدين أجيب لك لعبة. هذه ليس لها طعم. لكن لو قلت له: خذ يا ولدي الآن مثلا هذه 10 ريال 20 50 اللي يتيسر منك، هذه درة، هذه ذرة، حتى لو تجيب له بعدين لعبة ب100. يقولون ذرة منقودة خير من درة موعودة. خلاص إذا جئت بعد أسبوع أسبوعين وقلت ها أنا وعدتك قبل أسبوعين أعطيك كذا، خذ هذه اللعبة ب100 ريال ولا هذه 100 ريال، ما لها لذة. اللذة أن تحصل الجائزة عند الظفر. إذا ظفر وحس أنه عمل إنجازا أعطه الجائزة على طول، لا تتباطأ في ذلك. عود نفسك دائما. ترى يا جماعة الإنسان النشيط الحي، أنا أحيانا عند طلابي في الجامعة مثلا أدخل مثلا للقاعة ويكون مثلا أحيانا، خاصة إذا كانت محاضرة أولى الساعة 8، أحضر معي أحيانا شاي وقهوة لهم أنشطهم كذا في المحاضرة، فأجي أحيانا وأضعها، بعدين أبدأ أحضر الطلاب، بعدين أقول واحد من الشباب يقوم يصب القهوة. يعجبني اللي يقفز كذا قفزة رجل ويروح يأخذها ورجل أمامك. أما لما يبدأون الشعبة اللي أنا داخل عليهم يلتفت بعضهم البعض وكل واحد يبحث عن الثاني، يعني يضيق صدرك. خلكم أحياء غير أموات. أنت عود نفسك على هذا الحال، لا تكن إنسانا ميتا متباطئا. لذلك حتى عمر رضي الله عنه كان يمشي مرة فرأى رجلا يمشي هكذا بخنوع وانكسار وبطء، قال لماذا يفعل ذلك؟ قالوا إنه ناسك، ناسك يعني رجل عابد. فأخذ عمر الدرة وضربه، قال لا تمت علينا ديننا، الدين ما فيه موت وتسحب، أمش زي الرجال، أمش مشية رجل وسريع وشجاع. لا يعني أنك ناسك وعابد أنك تبدأ تمشي ببطء على مثل هذا الحال، لا تمت علينا ديننا. قال الله: فذبحوها وما كادوا يفعلون. إيش المطلوب من ذبح البقرة؟ المطلوب حل مشكلة الميت، ذكرها الله تعالى بعد ذلك. قال جل وعلا: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. ادارأتم يعني اختلفتم مع بعض، إيش الحل يا جماعة؟ من يخبرنا من قتله؟ فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها. قيل، طبعا اختلف المفسرون، أي جزء من البقرة أخذ وضرب به الرجل؟ قيل جنبها وقيل رقبتها، هذا لا يهمنا كثيرا، يهمنا إحياء الله تعالى لهذا الميت. أخذ جزء من هذه البقرة وضرب به الرجل، فقلنا اضربوه ببعضها، فلما ضرب أفاق.
قيل له: من قتلك؟ قال: ابن أخي هذا الواقف معكم. ثم مات. فادارأتم فيها، اختلفتم فيها، والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. إحياء الله تعالى للموتى هو أمر متقرر في قلوبنا، وقد ذكر الله تعالى في القرآن يعني حوادث كثيرة لإحياء الموتى، مثل قصة الرجل الذي مضى بحماره ثم قال الله تعالى له: وانظر إلى حمارك، ذكر الله تعالى حاله حتى أحياه الله عز وجل، وغير ذلك. فقلنا لهم موتوا، ثم فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. فإحياء الله تعالى الموتى ذكر كثيرا في القرآن. كشف عن القاتل الحقيقي، ضرب ميت بميت، ومع ذلك أحياه الله تعالى. ختم الله تعالى هذه الآيات بقوله جل وعلا: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. يعني مع هذه الموعظة العظيمة إلا أن قلوبكم قست أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. الحجارة قيل لها شعور، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أحد جبل يحبنا ونحبه. والله تعالى يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. قيل الجبل خشع لله تعالى، فقيل إن الجمادات لها شعور، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب ويتكى على جذع في المسجد، جذع عمود في المسجد لكن من جذع نخلة، فلما صنع المنبر ورقى يخطب على المنبر بكى ذلك الجذع، قيل له مشاعر، قيل له مشاعر. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هذا أيها الإخوة والأخوات شيء من بيان ما ذكره الله تعالى في هذه القصة. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا.